شرفت بلقاء السيد رئيس الجمهورية، وكانت مناسبة لي بأن أرفع إليه تقريري المجلس المنافسة بالنسبة لسنة 2010 و2011. كانت لي مناسبة بأن أعرض على مسامعه نبذة عن نشاطات المجلس الماضية والحاضرة والمستقبلية، وقد أعرب سيادته عن اهتمام بالغ بهذه المؤسسة ودعا إلى تحسين أدائها من أجل إقامة سياسة منافسة دؤوبة في هذا المجال.